وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الإنجاز معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الشيخة هالة بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. الشيخة، بداية نبارك لكم هذا الفوز، وهل لك أن تطلعينا باختصار ما الذي يعنيه لكم فوز الهيئة بالمركز الثاني في جائزة مثل جائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي في فئة المتاحف والهيئات التي ترعاها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو؟ طبعا نفخر في هيئة البحرين للثقافة والآثار وفي مملكة البحرين بهذا الفوز الكبير والجميل. كما تفضلت في البداية، منظمة الأليكسو بالشراكة مع برنامج سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى منظمة الأليكسو الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، هذا الفوز جميل وفخر لكل من يعمل تحت مظلة الثقافة والآثار في مملكة البحرين. والهدف الرئيسي في مثل هذه الجوائز أن نعرف بدور المتاحف في المجتمع وفي تنمية روح الهوية الوطنية والاعتزاز بالغنى الفريد الذي يتتميز به مملكة البحرين وتتميز به أرضنا. طبعا كما تعلمون، قام فريق متحف البحرين بتقديم أكثر من 25 فعالية ومعارض وأنشطة تعليمية، برامج وورش وعمل ورش عمل تثقيفية تمت بمتحف البحرين الوطني، منها طبعا الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وأيضا تسليط الضوء على المعارض الدورية التي نقوم بها في المتحف الوطني مثل معرض محطات عن تاريخ المطار. نعم. ومبادرات مثل قطعة الشهر وصيانة المخطوطات وتأثير المناخ على التراث الأثري طبعا، وتدشين كتاب 50 قطعة. كل هذه المبادرات، كل هذه الأفرع من التي نعمل فيها على في قطاع الثقافة كانت جزء من هذا الفوز وجزء من تعريف المجتمع وتعريف الشباب بدور الإرشاد المتحفي وبأهمية يعني خلق بيئة من الشباب الملمين بهويتهم بوطنهم بآثارهم بتاريخهم. وطبعا كانت لنا مبادرة في هيئة الثقافة والآثار، مبادرة الآثار الصغير بالشراكة مع المجتمع المحلي، وطبعا هذه الدورة أو هذه الورش تسلط الضوء على أثار مملكة البحرين وتعريفها لجيل الشباب بشكل جميل وبشكل سلس، ليكون كل من هؤلاء الشباب هو سفير لإرثه ولحضارة وطنه. نعم. إذا الشيخة هلا بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك.